جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول فايا مصرية جنسية تسأل وتقول: زوجة عاملة وراتبها أعلى من راتب زوجها، ويصرف لها أيضا بدل سكن، وكانت تنفق على أولادها بحجة أن لديها مالا أكثر من زوجها، فكان ما يتبقى من مالها تدخره، وكان الزوج يصرف على الأولاد في نطاق ضيق، فهل يحق للزوج معرفته بما تدخره وقد توفي زوجها؟ فهل عليها إثم وماذا عليها أن تفعل؟ جزاكم الله خيرا. راتبها لها تتصرف فيه وتدخر منه ما شاءت، وليس لزوجها حق الاعتراض إلا ما سمحت به نفسها، إلا إذا كان زوجها شرط عليها عند عقد الزواج، شرط عليها أن الراتب يكون مشتركا بينهما، وأنها تنفق منه على البيت، وغير أن يسمح لها في الخروج والعمل. فإذا كان تشارط على هذا عند العقد فإنه يجب الوفاء بالشرط، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط. أما إذا لم يكن هناك شرط، وإنما هذا شيء تبرعت به لزوجها وطابت به نفسها له، فهو خير، ولكن ليس لزوجها فيه استحقاق، وما ادخرته فهو لها.